بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم أخوكم إسماعيل مدير جمعية يافا للإغاثة الإنسانية. اليوم إن شاء الله إحنا مع مشروع جديد ألا هو الحاسوب لطلاب المدارس، دعما ومساندة لطلابنا في مدارس من العائلات المستورة. سيتم توزيع إن شاء الله 20 حاسوب إن شاء الله لطلاب المدارس. إحنا طبعا توجهنا بالنسبة لمدراء المدارس وتعاوننا مع مدراء المدارس حتى احنا نعرف مين عدد الطلاب اللي ما في عندهم حواسيب، يكونوا طبعا طلاب مجتهدين حتى ان شاء الله نتعاون مع بعض. وبيشمل الحاسوب طبعا شمتة، سماعة، فار بدون سلك، فار لاسلكي، واللزقة للكبسات. ان شاء الله اليومين هذول ان شاء الله سيتم توزيع الحواسيب على طلابنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان يرفع الوباء عنا ان شاء الله، والتوفيق والنجاح لطلابنا. السلام عليكم ورحمة الله.